استعادت قوات البشمركة 10 قرى من تنظيم داعش في سهل نينوى بعد هجوم واسع ومن محاور عدة شنته القوات شرق الموصل في العراق بإسناد من طيران التحالف الدولي. وعمد عناصر داعش إلى إحراق إطارات سيارات لحجب مواقعهم عن الطائرات. وبدأت قوات البشمركة الكردية صباح الأحد هجوما بريا بدعم من مقاتلات التحالف الدولي في مشارف مدينة الموصل التي تشكل المعقل الرئيس لتنظيم داعش في العراق في محاولة لمحاصرة التنظيم في المدينة. اليوم بدأت صفحة أخرى من تحرير قرى سهل نينوى الواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل. قوات البشمركة بدأت بمحورين اليوم، محور قرقشة وكذلك محور قرية أبزغ التي نحن الآن على مشارف هذه القرية التي تدور فيها حاليا معارك لتحريرها. الساعة 5 صباحا بدأنا بالهجوم على الدواعش وحررنا قرية قرقشة وقرية قريطاع وقرية أبزغ وقرية حمرة، وهسه مستمرين لتحرير القرى الباقية إلى جسر جوير، الطريق الرئيسي بين الموصل وبين الجوير. كما تلاحظون المعارك لا زالت مستمرة في قرية قرقشة وكذلك قرية قريطاغ المتاخمة لمركز قضاء الحمدانية شرق الموصل. هذه أعمدة الدخان المتصاعدة من القريتين، ولا زالت المعارك فيها مستمرة بانتظار تحريرها والسماح لنا بالدخول إليها. أساسا يبدون بالانتحاريين وعدهم بالعبوات أكثر شيء، لا هم أساسا موشي بالمعركة، عندهم قناصين يقتلون بأماكن ومسوين أنفاق، بهاي الأنفاق عشان يطلعون كل بين شوية يطلعون. ما استطعنا من تحرير هذه المناطق ككل وقطع الشارع الرئيسي اللي يرتبط موصل بالجوير، راح نحاصر قضاء الحمدانية. قضاء حمدانية هي نقطة استراتيجية قريبة من مركز مدينة موصل، هي يعني يعتبر قريبة جدا من موصل حوالي 5-6 كيلومترات. فمن يحصر قضاء الحمدانية أو بالأحرى نقدر نحرره راح يعتبر ضغط كبير على داعش بداخل مدينة موصل. هذه آخر نقطة يمكن الوصول إليها. نحن حاليا داخل قرية أبزغ التي تم تحريرها قبل ساعة من الآن تقريبا، ولا زالت قوات البشمركة تتقدم باتجاه الشارع الرئيسي الذي يربط محافظة نينوى بمحافظة كركوك لقطع إمدادات داعش على تلك المناطق وكذلك محاصرة قضاء الحمدانية الذي يعتبر مركز سهل نينوى تمهيدا لتحريرها. من الساتر الأمامي في قرية أبزغ، لؤي أمين، أخبار الآن، الموصل.